في أرضه هو الإسلام، ومصر إسلامية، مصر دينها الإسلام، وهؤلاء الذين اعتلوا ناصية البلاد لا علاقة لهم بالإسلام، بدليل أنهم حينما أرادوا أن يزيحوا مرسي والإخوان أغلقوا كل ما يمت إلى الإسلام بشيء، وهذا ليس عدل ولا يدل على أنهم ينتسبون للإسلام. في صناديق جابت راجل وحطته، المفروض ما يمشيش الا بالصندوق، يا اما تقوم انتخابات برلمانيه وتشكل الوزاره، ولو عايزين يشيلوا رئيس الجمهوريه يشيلوه مش مشكله. يبقى ده اسمه تغيير عادل بالصندوق، برضه اللي جابه بالصندوق يمشيه بالصندوق. قالوا معانا الطيارات، قالوا معانا الدبابات، قالوا معانا الدبابات، قالوا معانا ضرب النار، قالوا معانا ضرب النار، قلنا معانا عزيز جبار، قلنا معانا عزيز جبار. احنا اللي واقفين نحميها عشان للشبكات، لان احنا خرجنا سلميين لنا مطالب، خرجنا من عند وزاره التموين متجهين لمجلس الوزراء. ما بنعلن حاجه واحده بس، ان احنا عاوزين الديمقراطيه التي يكرى عليها الجميع. احنا عايزين الديمقراطيه، عايزين الرئيس المنتخب يرجع مكانه تاني، عايزين المسار السلمي الديمقراطي يتم تاني، عايزين خريطه الطريق اللي الناس استفتت عليها في الدستور تمشي للاخر، عايزين كل مواطن مصري يحس ان هو له راي في هذا البلد. ما احناش عايزين الجيش يقبع على السلطه 60 سنه تانيين وفي الاخر نعيش في ذيل الامه. مش عايزين، مش عايزين.